بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، قدمها لأمتي خاصة وللبشرية كلها عامة، في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف فيه كثير من الناس عن رب الأرض والسماوات، وانشغل فيه كثير من الخلق عما هو آت، وفعل الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، وظن أن الحياة تنتهي بالموت، ونسي الكثيرون أن بعد الموت بعثا وحسابا وعرضا على الله تبارك وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولازلت أيها الأحبة أتحدث إلى حضراتكم في العلامات أو عن العلامات الصغرى للساعة، وحديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا عن علامات كثرت وانتشرت، وصدق من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في آخر أمتي، خلي بالك من كلمة في آخر أمتي، أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. يا الله، لا تاني، خلي بالك من الكلام الغالي ده للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وفي رواية الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. الكذب، اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، واحفظني وإياكم من الكذب والكذابين. انتشار الكذب
صلى الله على الصادق من علامات الساعة انتشار الكذب وكثرة الكذب. والله لقد انتشر الكذب وكثر الكذب، وأنا لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الكذب وكثر فيه الكذابون وزيفت فيه الحقائق وضيعت فيه الحقوق كهذا الزمان، كهذا الزمان. لو تدبرت أخي الحبيب ونظرت إلى حياة الناس نظرة فاحصة مدققة لوجدت جل أحوال الناس كذبا في كذب. حاكم يكذب على شعبه ويخرج آلاف الشباب من هذا الشعب ليقاتلوا وليقتلوا على بعد آلاف الأميال ويدعي كذبا أنه ينشر الحرية والديمقراطية، وقوم وشعب يدعي كذبا أنه شعب الله المختار وأنهم أبناء الله العزيز الغفار وأنهم أحباب الله تبارك وتعالى وأن لهم حقا تاريخيا في فلسطين، وعالم السوء يكذب على أمته، والتاجر يكذب على زبائنه، والوالد يكذب على ولده، والولد يكذب على والده، والزوجة تكذب على زوجها، والزوج يكذب على زوجته. وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة مع رجل يجيد أو يعمل في صنعة معينة ويصدق. مش محتاج يا إخواننا توجيه من أحد. سباك مسلم، ليه ما تبقى الصادق؟ ليه تكذب؟ يقول أحد الإخوة سباك يقول له اللي علمني الصنعة قال لي يا ابني عشان تكسب لازم تكذب. والله ما هتكسب، وإن كسبت في الدنيا والله لن تكسب في الآخرة. سباك، مبلط، نجار، تاجر، طبيب، مهندس، مدرس، ليه الكذب يا إخوانا؟ لماذا الكذب؟ لو تدبرت حياة الناس لوجدت جل الأقوال والأحوال والأفعال كذبا في كذب. كم من دماء سفكت يا إخوة بسبب الكذب، كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب، كم من مقدسات دنست بسبب الكذب، كم من دول احتلت. والله ما احتلت العراق إلا بالكذب، والله ما احتلت فلسطين إلا بالكذب، والله ما احتلت الشيشان إلا بالكذب، والله ما احتلت أفغانستان إلا بالكذب، والله ما دنست المقدسات إلا بالكذب. والكل يكذب يكذب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. بيت يدمر بسبب أخبار كاذبة، إنسان يسجن طوال عمره بسبب كلمات كاذبة وأخبار كاذبة. الكذب دي مصيبة، مصيبة كبيرة. تصريحات تصدع الرؤوس كل يوم بالعشرات، لكن الناس خلاص فقدت الثقة في صدق هذه الكلمات وفي صدق أصحاب هذه التقارير والأخبار والكلمات. خلاص الناس ملت الكذب،